الأوسط، كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. رمضان وصل لآخره، أكيد حيوحشنا بكل تفاصيله وعباداته وأخلاقه، وياريت وإحنا بنستعد لعيد الفطر نستعيد روح رمضان الرائعة، التضامن والتقارب والحب. طبعا مش هنقول عاوزين الناس تبقى على طول زي رمضان، لكن ممكن نحتفظ شوية بروح رمضان. طبعا ياريت تبقى يعني السنة كلها رمضان، لكن يلا ما علينا. المهم العيد كل سنة وانتم طيبين، وواحد يفكر بقى يزور اهله واصحابه يكلمهم، وما يكتفيش بقى برسائل القصيره بقى والحاجات بتاعت الواتساب والكلام ده. انا عارف طبعا الوسائل الحديثه دي كلها يعني لطيفه، لكن ما يمنعش انك انت تكلم الناس اللي بتحبهم، تكلمهم بالتليفون، ويا ريت كمان لو تزورهم يبقى احسن، ده بدل ما نشتكي من الظواهر بتاعت ان احنا بطلنا حتى نتواصل مع بعض. وياريت كمان ندي نفسنا اجازه في العيد من النظر بقى للايباد والايفون والكمبيوتر والتاتش والشات تيوب والحاجات دي كلها. طبعا هي كويسه، لكنها يعني الدنيا مش هتتهد لو ادينا نفسنا اجازه منها. وبمناسبه التواصل الانساني والاجتماعي، ياريت كل واحد فينا في عمارته يشوف اي حد غلبان، اي حد فقير، اي حد ما جابش لبس العيد، اي حد ممكن ندخل عليه فرحه وسعاده العيد. يا سلام لما ندخل الفرحه على قلب إنسان يتيم حزين مستني اللي طبطب عليه. ياريت نطبطب على الناس كلها ونقول لهم عيد سعيد وكل سنة وإحنا كلنا طيبين، وربنا يا رب يعود عليكم الأيام بخير وسعادة. وإحنا إن شاء الله مستمرين معاكم في ميعادنا بقى الصباحي بعد العيد. كل سنة وانتم طيبين. عمرو الليثي. كلمة ونص كتبها أكرم القصاص، أخرجها تامر حسني. انتوا لسه بتسمعوا معانا على الفطار. نجمة الفنانة هالة صدقي، السيت كوم ممكن